الجهاز الذي كان يستخدم لتسجيل ومشاهدة أشرطة الفيديو في الثمانينات والتسعينات. الفيديو. فيديو. الفيديو صحيح. البطولة التي تتضمن رياضات القوة والتحمل البدني العالي وهي من مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد. رجل حريري. إجابة خاطئة. تعرفون؟ أقوى رجل بحريني. اسم الجواب أقوى رجل بحريني. وصلنا للحظة الحاسمة. خلونا نسمع اللحن من أحمد. تفضل أحمد. اللحن يقول إنانيناناني الهوى. لحظة يا جماعة، ايش قاعد تخربط يا ابو ناصر؟ لحظة يا جماعة، لحظة، دام ما حد قاعد يعرف الجواب خلونا نشوف الحج اللي قاعد يشرب شاي شو يقول. البارحة. البارحة صح، البارحة. كل هالمعلومات وللحين قاعد في البيت؟ خذ عيلتك وسجل في سينجيم.